أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنبتدي معاكم حلقة جديدة من برنامجكم معاك في الغربة. هنعيد ونكرر إن معاك في الغربة معاك أنت، إحنا ضيوف عليك أنت. البرنامج ده هيفضل بتاع حضراتكم، إحنا بنطلع عليكم ضيوف. إحنا ما نقدرش ننسى فضل لأي حاجة بتحصل لنفسنا، إحنا دايما آخر حد في الصف. انتوا اللي عملتوا معاك في الغربة، وانتوا اللي بتحددوا فقراته واحداثكوا هي اللي احنا بنحاول نتناولها بسرعة. احيانا بتبقى الاحداث سريعة جدا، وبناء عليه احنا يعني تسمحوا لنا ان احنا احيانا بنرتبك لان انتوا دايما بتسبقونا في الخير، وبتسبقنا اخباركوا الحلوة، وبتسبقنا اخباركوا احيانا اللي ما بنحبش نقولها. اسمحوا لي في الاول قبل ما اقول النهارده احنا بنبدا تحت شعار جديد، وهو معاك في الغربه ملك المغتربين. ارحب باستاذ محمود. استاذ محمود اللي بصراحه لما اصطدم قلبه ببعض تفاصيل الواقع اعترض النبض، والحمد لله رب العالمين كان معانا بخير وسلام، وبنرحب بيه. اهلا وسهلا استاذ محمود. الحمد لله على السلامه. السلام عليكم. احنا فرحانين ان انت بالسلامه وبخير، وطبعا المشاهدين كانوا عايزين يطمنوا عليك. الحمد لله بفضل الله ثم دعوتكم، والحمد لله عدت على خير. الحمد لله رب العالمين. تمام. الله يديك الصحه. الحمد لله رب العالمين. ان نقول بسرعه فقره الاخبار. بصراحه احنا عندنا النهارده اخبار كتير جدا، وتاكيد على كل الافكار اللي احنا كنا بنقولها والناس ما كانتش احيانا بتصدقنا. الدوله بترعى وتكفل جميع المصريين في الخارج. الدولة بقيادتها السياسية العليا وفخامة الرئيس بيكلف وبالفعل بينفذ. الدولة النهاردة في أول خبر معانا الرئاسة كانت بتناشد بعودة المصريين من الصين، والحمد لله رب العالمين وصل مجموعة من إخواننا المصريين العائدين من الصين، وأعتقد إن الصورة معانا، وإن شاء الله بإذن الله كلهم يكونوا بخير وعافية وسلام، ويا رب يمنع عننا كل أوبئة والشرور يا رب العالمين. الخبر ده أسلك صدورنا لأن كانت الرئاسة دايما بتأكد أنها مع المصريين في الخارج قبل الداخل بس، وبالخبر ده بيأكد كل المبادئ اللي احنا كنا مؤمنين بها طول الفترة اللي فاتت. في خبر متصل، الخبر اللي بعديه على طول بصراحة كان برضو خبر مبهج جدا، وهو الصيادين العائدين من اليمن. الصيادين العائدين من اليمن، الناس دي طلعت بطرق رسمية شرعية معهم تراخيصهم، ولكن للارتباك الحاصل في المنطقة تم احتجازهم، والدولة ما نسيتش والدولة ما أغفلتش، ورئيس الدولة ناشد وكلف، وتم تنفيذ التكليف، والحمد لله رب العالمين. كلنا فرحنا بعودة إخواننا الصيادين اللي رجعوا من اليمن على خير، وكلنا تقريبا كنا فرحانين جدا لرصد تلك الفرحة على كل قنوات التلفزيون بصراحة. بس قدامنا صور في الشاشة بنشوفها قد إيه الحمد لله رب العالمين الدولة بتمد إيدها للي بره قبل اللي جوه بصراحة. يعني كان احيانا بنتشكك، احيانا بنستقطب، احيانا بيتقال لنا كلام مش حقيقي، لكن الحمد لله رب العالمين كل مدى بتاكد لنا الدوله قد ايه حريصه على اولادها في الداخل والخارج. بصراحه الخبر الثالث على طول ان عندنا وزاره الهجره والخارجيه بيهيبان بابناء مصر في الخارج بعدم الاحتكاك بالاماكن اللي والعياذ بالله انتشر فيها فيروس كورونا، وبيقولوا لهم ازاي يحافظوا على نفسهم بدعم من وزاره الصحه، ويا رب ترجعوا كلكم بالف خير او تعيشوا هناك بالف خير ونطمن عنكم ويبعد عننا كل الامراض، وكل المصريين باذن الله يكونوا في امان. الخبر الرابع ان بيقول ان وزاره الخارجيه المصريه بتناشد المصريين العاملين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات التكميلية لدائرتين من دوائر مجلس الشعب اللي هيجري فيها الانتخابات يوم 7 و8 فبراير 2020 من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 9 مساء في الدول التي سيتم فيها الاقتراع. وطبعا الدائرتين هم دائرة الجيزة ودائرة ملوي.
وباذن الله ان شاء الله يتم. وطبعا احنا عارفين ان اخواتنا في الخارج بيكونوا احرص مننا على المشاركه الانتخابيه، لان ده ياما نده بيه ناس وياما كانت مطالبات مستمره والدوله استجابت، وبناء عليه تم الاستجابه ليه. فمش عايزين نضيع الحق ده، لازم كلنا نشارك وكلنا ننزل نقول راينا، وخاصه الناس اللي هي طبعا بيشملها موضوع الاقتراع والانتخاب والدائرتين المذكورتين يعني. ولو حضرتك في الخارج عارف الاجراءات ازاي، بتحول صوت حضرتك وبتروح للبعثه الدبلوماسيه وبتدلي بصوت حضرتك فيه. بصراحه الخبر الخامس ده خبر يعني يمكن حصر اللي معاك في الغربه، كلنا كنا شفنا فيديو ما فهمناش منه حاجه خالص، فيديو انتشر واشعل مواقع التواصل الاجتماعي، والمصريين في الخارج وفي الداخل كلهم انخرطوا في الفيديو ده، ما فهموش منه اي حاجة، لان لقينا شخص مرتبك، شخص بيستغيث بطريقة محزنة جدا. وهو للأسف لما هنعرف دلوقتي ده راجل قبطان بحري خريج الأكاديمية البحرية باسكندرية، وهو اصلا من الشباب الاسكندراني الجميل، وتعرض لمشكلة عمالية هناك يعني ضغط الظروف، فكان واضح عليه جدا الارتباك، للأسف ما كناش نعرف عنه أي حاجة. ولكن ولاد بلدنا جمال أو بره، ولاد بلدنا قبطان أحمد ده هنشوفه وهناخده في فقرة من فقرات البرنامج. الحمد لله رب العالمين، هو الوقت في إيد أمينة مع اخواته المصريين، اكل شارب نايم ومفيش اي تقصير لا من هنا ولا من هنا ولا من السلطات السعوديه ولا من السلطات المصريه، والوضع فوق يعني مطمئن بالنسبه للقبطان احمد. وطبعا بنناشد والدته تطمني، هو مع اخواته ما تقلقيش وما تخافيش. واي جهه حاولت تستغل الفيديو بتاع احمد بدون ما تعرف حتى اسمه، احنا النهارده بناء عن كلام حضرتك والرساله اللي انت حملتها لنا بنقول لا، احمد ما بعتش فيديوهات لحد، الفيديو اتاخد من على موقع التواصل الاجتماعي بدون ما يتعرف اي تفاصيل عن احمد مختار، وهو القبطان المصري الذي يعيش في المملكه العربيه السعوديه، وهو الان في امان والحمد لله رب العالمين بفضل اخواتنا المصريين اللي في الفقره بتاعته. هنقول ايه اللي حصل وقدرنا نتعرف على احمد ازاي، وكم من الناس الجميله اللي واقفه مع احمد هناك. الخبر السادس على طول من جديد، جماعات الخير اللي احنا كنا نوهنا عليها وتقريبا بنتكلم عليها لان هم اسرع مننا بكتير، بس المره دي بشكل مختلف وبشكل اجمل. احنا عندنا حملتين، ملحمتين شغالين بالتوازي، ملحمه لفك قرب الحلواني وملحمة أخرى لفك قرب هاني عبده. ده شخص وليه وضعه، وده شخص وليه وضعه، ده عليه دية وده عليه دين. في فقرات هنشوف إيه الموضوع وده إيه الجمال في اللي بيحصل عنده، كم من الناس المتجمعة حواليه والفريق ده بيعمل إيه. ولكن هو دولة مصر بره دائما انتصروا لإنسانيتهم ولمصريتهم. انا بشكرهم لان هم كل حلقه بيثبتوا لنا ان احنا لينا شرف ان احنا بنتكلم عنهم. مش هطول بصراحه لان يعني ضيف عزيز عليا جدا استاذ محمود النهارده، وانا عارف ان انتوا كنتوا عايزين تطمنوا عليه، ولكن عنده مواضيع كتير جدا وهنتناقش وهنتكلم في المواضيع. اهلا وسهلا استاذ محمود. الله يخليك. مواضيع معاليك النهارده شيقه، بس اسمح لي الاول نتكلم في موضوعين يهموا كل الناس المشاهدين. الموضوع الاولاني اللي هي الملحمه بتاعه الحلواني، وهو سداد الديه الخاصه بمحمد الحلواني. تمام. الديه دي فيها شيء جميل لان انضم فيها فريقين مع بعض، او شخص بفريق وفريق كامل. ابراهيم عراض ده شخص تبنى الحاله وكان مسؤول عنها، ولما محمد وثق في فريق مهام ما كانش فيه خلاف ابدا ولا تنازع ولا انا هعمل ايه وحضرتك هتعمل ايه، وانضموا على بعض وشغالين مع بعض الحمد لله، والحاله ماشيه شيء فوق الجمال يعني. وده اللي بنتمناه وبنطلبه من ربنا، ان جميع المصريين بره ما ينفعش نقسم بعضنا زي في اهلي وزمالك واسماعيلي ومصري والاتحاد مثلا.
طيب. ونحصل تناحر، في بعض التناحر حاليا شغال. اخد الحاج محمد شرابي نقيب الصيادين في البرولوس عشان طبعا توصلنا معاه، وهو عنده شكر واجب المفروض انه يقدمه معانا. الحاج محمد شرابي اهلا وسهلا. اهلا بسعادتك يا باشا، كل سنه وعليك طيب، وتحياتي لقناتكم وللساده المشاهدين وللمصريين بصفه خاصه. انت معانا على هوا عم محمد، واحنا مشتاقين نسمع صوتك وتحكي لنا الفرحه وايه اللي حصل عندك برجوع الشباب. اولا انا بتقدم بالشكر والتقدير الى القياده السياسيه والدبلوماسيه المصريه بقياده الزعيم البطل عبد الفتاح السيسي، والسيد معالي وزير الخارجيه، والسيده وزيره الهجره، والسيد القنصل المصري اليمن، والسيدة وزيرة الوزيرة محافظ دمياط، والسيد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ. ده أولا. ثانيا، قد يعجز اللسان أحيانا عن وصف فرحة لا وصف لها حينما تفقد الأمل في شيء لم يعود إليك، وتفاجأ بعد فضل الله وفضل القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية كما تعودنا عليها، عندما يلم بالمواطن المصري شيء ما في أي دولة في العالم، تجد جهودا مبذولة من القيادات السياسية والدبلوماسية المصرية لعودة أبناء الوطن إلى أحضان الأمم. كل الشكر والتقدير بصفة عامة من أهالي برج البرولس، وبصفة خاصة من نقيب صيادين برج البرولس، وأشكر كل من كان له تعود. استأذنك عم محمد، الصوت بيقطع بس. طيب أكيد الحاج محمد هيدخل معانا تاني. كانت فرحة جميلة قوي بعودة الصيادين، لأن كلنا عارفين الناس دي ما عندهمش مخالفة، الناس دي معهم تراخيص صيد وتصاريح، ولكن ارتباك المنطقة طبعا اللي بتشهدها منطقة اليمن والحدود هو اللي أدى لاحتجاز الصيادين المصريين، ولكن كانت قيادتنا واعية وحريصة على مد يد العون. والحمد لله. ويعني تكملة كلام عم محمد ده برضه بالنسبه لنا الحمد لله بعتبر صحوه من الدوله. استاذنك معانا مستشار نشأت، لان مستشار نشأت ده بصراحه عمل جميل قوي، هو اللي كفل الحاله بتاعت القبطان احمد. قبطان احمد اكيد اتفرجت على الفيديو وشفت يعني كميه الارتباك اللي كان فيه وعدم الامان. تواصلت معاه وما كانش عنده استعداد يتكلم، وكانت نفسيته لا الوقت الحمد لله رب العالمين، كلنا فرحانين بيه ان هو رجع تاني القبطان احمد. معانا المستشار نشأت، اهلا وسهلا مع المستشار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومع المستشار احمد. ازاي حضرتك يا فندم؟ في نعمه فندم، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب. عايزين بس ناخد من وقت حضرتك معلش شويه توصف لنا الحاله بتاعت احمد قبل وبعد. احمد شاب مصري قبطان بحري، احمد فتحي مختار احمد. شاب مصري من الشباب الجميله اللذيذه، وقع في مشكله يمكن لم نصل او تصل لعلمنا او لا ينمن علمنا اي شيء عنها الا من فتره وجيزه، والحمد لله رب العالمين يوم الجمعة اللي فاتت من خلال استغاثة من والدته. بالظبط. من طريق أحد الأشخاص وصل لي الاستغاثة، الحمد لله رب العالمين وبفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل تجمع بعض الإخوة المصريين والسعوديين المحترمين المملكة هنا وبره المملكة، وعلى رأسهم طبعا بره المملكة حضرتك فندم المستشار أحمد، ربنا يخليك فندم. وقمت حضرتك بالتواصل مع والدته، وأنا قمت بالتواصل مع والدته، وتم الاشتراك معايا في جروب لأن أنا متواجد في الرياض. عرفنا إن أحمد متواجد في جدة. بدأ فريق بحث مكون من أساتذة ودكاترة وناس محترمة جدا، الدكتورة أميرة، الدكتور سعيد الجمل، الأستاذ حسام عبد الشهيد، الأستاذ هشام، الأستاذ مجدي، الأستاذ محمد نبوي، عشان بس ما أنساش حد يعني. بالظبط. كلهم أساتذة محترمين. بدأنا نبحث عن أحمد لغاية ما الحمد لله رب العالمين وجدنا أحمد وقدرنا نوصل له ورد علينا.
ولقيناه في حاله لا يرثى لها. بالظبط. متخوف من كل اللي حواليه، متخوف من كل شيء، متبهدل، نايم في الشارع. الحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمنا، قدرنا نهدي احمد ونستضيف احمد في احد الاماكن الادميه ونحتضنه عشان نبدا نشوف ايه هي مشكلته ونعرف الوضع القانوني بتاعها، وهل هو على حق وصواب ام على خطا وباطل. بالظبط. لان احنا ما ينفعش ان احنا نبدا نتحرك في شيء غير لما نتاكد من صحته ومدى فحوى الشكوى او الشيء المثار ده. طبعا. فالحمد لله رب العالمين احمد بقى كويس تمام وبيطمن اهله، فطلبنا منه نظرا للسوشيال ميديا من الاسلحه الفتاكه حاليا، ولكن هي سلاح ذو حدين. ممكن سلاح يحل مشكله وممكن سلاح يبني مشكله. بالظبط. بالفعل السوشيال ميديا احمد ظهر على السوشيال ميديا بالكتابه، لان كان شكله ما ينفعش يظهر لايف، ولا اسلوبه ولا الصحه العامه بتاعته والشكل العام والمظهر، ان لو اي حد حتى والدته المسكينه اللي كانت تبحث عنه لو شفته بالمنظر ده اي حد طبعا نفس البشريه تقول لك ايه ده مات، ده بيموت، ده لا طبعا. فاضطرينا ان هو يطمن الناس كتابيا. ظهرت السوشيال ميديا بالجانب الخاطئ اللي الناس بدات تشكك، لا ده مش احمد، لا السلطات المصريه اخفته، لا السلطات السعوديه، لا احمد محبوس، حد محتجزه. لغايه ما الحمد لله رب العالمين برضو خلينا احمد طلع لايف، بس بعد ما يعني استشفى من ما كان فيه الحمد لله رب العالمين. الراجل بالبلدي كده زي ما بيقولوا اتغدى وتعشى وخد الشاور والامور بتاعته بقت تمام، وبرضو كل ده احنا لن نسال عن فحوى الشكوى او المشكله بتاعته، لان اول حاجه يهمنا معالجه الانسان والبني ادم اللي قدامنا اللي هو الشخص المصري زيه زينا. طبعا. فهنا انا بنصح الشباب كلها اللي هي بتستخدم السوشيال ميديا، لما ظهر احمد بقى على السوشيال ميديا واتكلم وكلم والدته وطمنا والدته، حضرتك احد الاشخاص المحترمين يا فندم، ربنا يخليك، انا كنت اخر واحد بس اتكلمها. نعم حضرتك كنت سابقني بكتير، وحضراتكم من اجمل الشخصيات اللي الواحد يعني، يمكن مشكله احمد عرفتني قد ايه في ناس محترمه زي حضرتك وزي المجموعه كلها اللي تكفل احمد الان. الله يخليك، الله يخليك، ده بس من اصل حضرتك وكرمك. احنا كلنا واحد، احنا في بلد يعتبر بلدنا الثاني، ولكن احنا في غربه ولازم نعين بعض ونساعد بعض. طبعا. فاللي انا بطلبه من الشباب، اي مشكله تثار على السوشيال ميديا نتحرى الحقيقه، نتحرى الواقع، ما نبداش نسير المشكله بلا مشكله. احنا ممكن نخلق عداوه بين دولتين وبين مجتمعين وبين شعبين من لا شيء. للاسف. بدانا بعد كده نتحرك في الناحيه القانونيه ونطمن على احمد ونعرف الورق القانوني اللي معاه ونشوف الدنيا، والحمد لله رب العالمين لقينا تعاون جميل، وده اللي ماخوذ بالفعل عن السلطات والجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وبدأت المساعدة بجانب توجيه ومساعدة نقدر نقول رسمية ونقدر نقول قلبا وقالبا من الجهات المصرية والقنصلية المصرية سواء في جدة أو في الرياض. بدأت المساعدة من قبل حتى ما احنا نتدخل، ولكن الناس اللي وراء الأشخاص، انت في واحد يحبك وعشرة لأ، بدأوا يستغلوا دماغ أحمد وبدأوا يحاولوا يقنعوه إن محدش هيساعدك ومحدش ومحدش ومحدش، خلاه نفر من كل الناس وخاف من كل الناس. بالظبط. ولكن الحمد لله، الحمد لله السلطات السعودية بتقوم بواجبها جدا، وأحب أطمن كل مصري بالفعل، كل مصري بيتخذ النظام وبيتخذ القانون وبيحافظ على النظام والقانون سواء في مصر سواء في السعودية المملكة العربية السعودية سواء في اي دولة عربية، لان كل الدول واحدة. احنا اخوات، كل الدول العربية اخوة متحدين جميعا الحمد لله، كلنا بنعمل بروح واحدة وهي روح الاسلام والعروبة اللي بينا. بالظبط. ماشي. وروح العلاقة الطيبة بين الشعوب. ففعلا الحكومة السعودية او الجهات السعودية القانونية بدأت تتحرك معانا وبدأت نعرف ايه الوضع،
والحمد لله يعني في خبر انا مش هنفصح عنه دلوقتي، بس بطمن الناس كلها احمد قريب جدا مشكلته هتتحل بطرق قانونيه وبطرق وديه ان شاء الله. لان الدخان اللي كان موجود كان عامل الناس كلها كان فيه غشاوه ضبابيه بالظبط، سواء على عين احمد او الاشخاص اللي متعاملين مع احمد ماشي، بسبب الوسطه اللي هي عايزه تولع النار اكتر بين الشخصين، ومن الشخصين يطلعوا للشعبين ومن الشعبين وهكذا. وتخيلي انا كلامي مفهوم جدا بالظبط، وايه اللي طلع والحقوا الشعب المصري يوهان في المنطقه الفلانيه، الحقوا الشعب السعودي. لا، الشعب المصري والشعب السعودي والشعب الاماراتي والشعب البحريني والعراقي والسوري، احنا كلنا واحد الحمد لله رب العالمين، كلنا واحد. وفي قانون يطبق علي انا كمصري في السعوديه، علي انا كسعودي في السعوديه، علي انا كمواطن كمقيم في اي بلد، في قانون يطبق على الجميع طبعا. الحمد لله رب العالمين الاجراءات القانونيه للمحاكم العماليه حاليا. عشان في ناس هتطلع دلوقتي بعد لقائي مع حضرتك يقول لك لا ده القضايا العماليه بتقعد بالثلاث اربع سنين. بالظبط، اقول له ده كان زمان، معلش مع بالزبط. التعديلات الحديثه في العصر الحديث وفي عصر سمو الملك سلمان وسمو الامير محمد بن سلمان، التعديلات القانونيه وزير العدل الجديد، التعديلات القانونيه وانشاء محكمه عماليه ومحكمه تجاريه. دلوقتي في ناس مصريين وحكم ليهم وعلى درايه، وانا متابع قضاياهم بمئات البلوغ، في منهم بيوصل بالملايين وسلموا فلوسهم بالظبط في اقل من 3-4 شهور. الحمد لله رب العالمين. الاجراءات كانت الاول مطوله لانها كانت هيئه تسويه، سواء ابتدائيه هيئه تسويه عماليه ابتدائيه او هيئه تسويه استئناف اللي هي العليا. بالظبط. لا بقى في محكمه عماليه. بالظبط. كان الاول ديوان المظالم في المحاكم التجاريه وكانت بالطول، لا بقى في محكمه تجاريه. بالظبط. فاطمن الناس كلها واطمن الشعب المصري والشعب السعودي، واطمن بالاخص الست الكريمه والده احمد بالظبط، ونقول لها ما تقلقيش احمد في وسط اخواته. الحمد لله رب العالمين. اخوات احمد اللي كانوا خايفين عليه في السوشيال ميديا، بس اقول لهم برضو بالراحه ما تاخدوش الحاجه من الظاهر والقشور، يجب ان نتحرى الدقه، احنا في حرب الكترونيه بالظبط عالميه. فنخلي السلاح ده لينا احنا، خلي السلاح ده احنا اللي نحارب بيه الغير، مش الغير اللي يحاربنا بيه. بالظبط. صدقوني الحكومه المصريه بتساعد، ومش لازم يطلع وزير او سفير او قنصل ويتكلم في علاقات دبلوماسيه، ممكن ما ينفعش ان يتدخل فيها قنصل يتدخل فيها سفير. طبعا طبعا. السفاره انتدبت الدكتور بدوي انه يتكلم في الموضوع ده، بيحاول يحل المشكله دي. انتدبت الاستاذ سعيد، الدكتوره اميره، استاذ حسام، المستشار نشأت، اي شخص كان بالظبط متابع الموضوع، واي دعم انت عايزه احنا تحت امرك بنساعدك، ونساعدك فيه وبنصرف للسلطات السعوديه مثلا او البحرينيه او الاماراتيه، المكان اللي فيه مشكله بيوصلوك وبيساعدوك. بتلاقي احنا بنحاول بس مع المستشار نوضح ان في استقطاب رهيب، في 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 تربص بالعلاقه بين الشعبين اللي هم كده كده ما فيش انفصال بينهم، وده اللي بصراحه جمال حضرتك والمجموعه اللي احنا ذكرناها احتوى الموقف بسرعه وما حاولش ان هو يصعد الموضوع، وصلته بسرعه للقبطان احمد اللي كلنا فرحنا لما اطمنا عليه. باكد على كلام حضرتك وبنطمن والدته. استاذ محمود منصور عايز يسال حضرتك سؤال، فمعلش اسمح لنا ناخد من وقت حضرتك. اتفضل. سعاده المستشار السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مين معايا معلش؟ محمود منصور مع حضرتك يا فندم. استاذ محمود ازاي حضرتك يا فندم؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك، الله يبارك فيك. باموري يا فندم. هو سعادتك المتفق مع حضرتك في معظم كلامك اجمالا وتفصيلا. بس ليا تساؤل صغير بس لبعض الناس. اتفضل. في ناس كتيره معاها احكام قضائيه نهائيه برواتبها ومستحقاتها وبقالها اكتر من 3-4 سنين، ولغايه النهارده مش قادره تحل ولا عارفه تنزل مصر ولا عارفين يحلوا مشاكلهم. فالناس دي وضعها تعمل ايه عشان نحميهم، عشان نحميهم من الناس المغرضه دي، نعمل مع الناس دي ايه؟ الصوت بس بيقطع، الصوت بيقطع معلش.
بقول لحضرتك عشان نحمي الناس ديت من المواقع المغرضه دي واستغلالهم اعلاميا من الناس اللي بره اللي بيتاجروا بينا وباوطاننا دول. الناس دي نتواصل، عايزين نتواصل معاهم ونحل مشاكلها، هنعمل معاها ايه؟ الحل ايه؟ يا استاذ الحل ايه؟ في عندنا حل من اتنين، لا اما بيتواصل مع القنصل او الملحق العمالي سواء في القنصليه في جده او القنصليه في الرياض. تمام. وهناك بيوجهه. او في حاجه ثانيه لو هو واخد حكم نهائي. بات يعني استؤنف، لان في بعض الاحكام بيقولوا ان هي احكام نهائيه وتيجي يتضح ليك ان هو لسه حكم ابتدائي لانه صادر غيابي، الحكم الغيابي طالما لم يعلن بالذات بالدوائر الاستئنافيه القديمه على النظام القديم اللي انت حضرتك بتتكلم عليه ده كله مشاكل النظام القديم اللي هي الهيئه الابتدائيه والهيئه العليا. فاحنا بنحلها ازاي؟ ان هو المفروض يعلن يتوجه لحاجه اسمها وحده تنفيذ الاحكام بالحكم، ياخد الحكم وبيعلن الشخص او الشركه، لان لو هو مؤسسه يبقى شخص اللي هو صاحب المؤسسه، لو شركه مجموعه اشخاص تمام؟ تمام. ادي حاجه هو مش قادر ينزل ليه؟ هل هو ممنوع من السفر او من قبيله؟ او عامل له هروب او عامل له ايه بالظبط السبب عدم نزوله؟ ما ممكن يكون هو في شيء عليه اجراء قانوني عليه. في مختلف الحالات حضرتك، في كام حاله مختلفه؟ ما هو النهارده يعني اسمح لي مع المستشار، احيانا بتبقى الحاله ما راحتش صح يعني مع المستشار بصراحه. ما هو ده في مقامه قانونيه. ما حضرتك انا بشتري حضرتك، انا بشتري غير دلوقتي. بالظبط. عندنا واحد زي عم الحسين يا سعاده المستشار اخذ حكم نهائي واستأنف واخذ برضه حكم نهائي فيه بعد الاستئناف. موجود في جده حاليا، راجل تعدى 65 سنه من عمره و اسمه ايه؟ عامر حسيني. عامر حسيني. عم الحسيني، اسمه الحسيني. الحسيني عبد العزيز، الحسيني عبد العزيز. الحسيني عبد العزيز. نعم. واخد حكم نهائي بعد الاستئناف، خده في شهر 12 عربي اللي فات. والكفيل عشان نتهرب منه. شهر ذو الحجة. نعم. لا ذو القعدة، ذو القعدة. ذو القعدة يبقى 11. مش عارف ذو القعدة او ذو الحجة، المهم. طيب. مع المستشار معلش انا استاذن معلش، احنا طبعا موعودين بمداخلة ثانية. بس معلش استفسار عشان عم الحسيني بس عشان نعرف يعمل ايه. عم الحسيني طلب الوقت كفيله عشان يتهرب منه، رفع عليه دعوة انه نصب عليه عنده له حوالي 300,000 ريال. والقضية متداولة حاليا هناك. فهو الوقت عايز يخلص وعايز ينزل وعايز ينفذ، راح على التنفيذ قالوا له بعد شهر، راح بعد شهر قالوا له خليك لما يجي دورك قدامك حوالي 6 شهور كمان. طب هو خلال الست شهور دول هيعيش منين ويصرف منين؟ الكلام ده غير صحيح. بالظبط. لان التنفيذ ليه حاجه جهه مختصه غير عندنا في مصر اللي هي تنفيذ احكام، لا في هنا حاجه اسمها محكمه التنفيذ. كل ده بيعمله على الكمبيوتر من خلال سيستم، من خلال موقع اسمه ناجز، وبعد كده بيتوجه لمحكمه التنفيذ يسلم صوره الحكم. هو واقف خدماته يا سعاده المستشار عشان الاقامه مطوفه، خدماته متوقفه، ما عندوش ناجز. طيب سعادتك استاذن، سعادتك تسيب لي رقم التليفون، هتواصل مع سعادتك بعد الحلقه وهنستفيد من سعادتك بقى في بعض المشاكل الناس دي. طيب معلش اسفين، وتقريبا الخط فصل. لازم نتواصل مع المستشار. مع المستشار قيمة قانونية كبيرة جدا. مع المستشار فاهم قانون ونظام. انا مش لا مش كده، انا مش بقول ايه في الحتت القانونية احيانا انا بروح اسال غلط فببتدي امشي في اجراءات غلط وبرجع اعتب على النظام وانا ما عملتش النظام. انا مش هعتب، انا عايز استفاد من حضرتك بقى من الخبره ديت. انا بتكلم على مين؟ انا بتكلم على الشخص نفسه صاحب الموضوع. لو وصل نوجهه احنا بقى، ده دور بالظبط. هو ده اللي احنا بنحاول ان احنا نعمله من خلال برنامج انا وحضرتك ومع المستشار نشأت وما بيتاخرش، وباذن الله نكلمه بعد الحلقه. معانا الدكتوره اميره على التليفون. اهلا وسهلا دكتور. السلام عليكم. ازيك عليك، عامله ايه؟ الحمد لله بخير. ازيكم يعني؟ ازيك يا استاذ محمود منصور؟ الله يخليك. الله يسلمك. الله يخليك يا دكتور. الله يسلم. تحت امرك يا دكتوره، احنا سعداء بمداخلتك ودايما يعني بتسلجي صدورنا. انا بس كان جالي ملحوظا ان اسمه استاذ ابراهيم عرادي، صح؟ اه
اسمه استاذ تمام. ابراهيم عرادي. اه لان انا جزاه قلت الله الاسم خير، هو غلط. من فتره بيحاول يساعد الحلواني، طبعا وتواصل كتير مع ناس وعمل مداخلات كتيره، فلما احنا تبنينا الحاله جزاه الله خير شارك معانا مشاركه فعاله جدا، وهو فعلا عاين بجهد مجهود كبير معانا. ربنا يحفظه يا رب، ويحفظ كل مغترب بيعمل لوجه الله بدون اي تناقضات او اي تناحرات. بالنسبه لحاله احمد اللي انت حضرتك بتتكلم عنها دلوقتي، بالظبط القبطان احمد، زي انا بصراحه مش مفيش اي اضافه على مستشار نشأة، بسم الله ما شاء الله هو وفى وكفى الموضوع تماما. والله بص انا احمد بس فعلا عايز اوضح حاليا حاجه مهمه قوي، حالا مطمئن. ان حضرتك ومع المستشار والدكتور سعيد كل الناس اللي بتتجمع مع احمد وعملت جروب خاص وخدت من وقتها عشان تطمنه، ده شيء بصراحه ابهرنا انا، وربنا يزود من امثالكم. انا اسف ان انا قطعتك، واتفضلي. لا هو حضرتك اي استغاثه بتجيلنا من اي حد، احنا بتلاقي الكل متكاتف بسرعه علشان ننقذ الاخ ده من اللي هو، طبعا الفيديو اللي هو عمله كان غير مفهوم نهائي، وفي حاله يرثى لها وراسه متعوره وقدام الكام، وبدات قنوات كتيره تتواصل وخدت الفيديو من جروب الجاليه حملته وحطت الاستيكر بتاعها عليه وبدات تحط كلام عليه، فطبعا ده عمل قلق وبلبله، والحمد لله ربنا وفقنا ان احنا قدرنا الام بعد استغاثه من مصر المستشار نشأت، والمستشار نشأت اداها الاخ عزيز اسمه استاذ عبد الفتاح حبيب، تواصل معايا على الواتس وقال لي في كذا، تواصلت فورا مع الولد وتواصلت مع الام وعملت الجروب على الواتس وجمعت المجموعه الجميله اللي حضرتك ما شفتها، هديناه جدا وطمناه، والمستشار نشأت كتب له بوست صغير كده يكتبه على صفحته عشان الناس تطمن. بالظبط. انا سمعت السوشيال فيها صح وفيها غلط، طبعا بدات التشكيك ان ده مش احمد، لان ده مش اسلوب احمد، الاسلوب الكلام كان مكتوب بصيغه قانونيه حلوه قوي، فالناس قالت لا ده مش احمد، واللي قال لا ده انا كلمته على الماسنجر ده مش احمد يا جماعه، احمد اتخطف. فيها سالب جانب سلبي وجانب ايجابي، ان انتوا كان دوركم في حقن الفتنه دي كان سريع برضه. هو دكتور لان احنا عارفين كلنا القناه اللي خدت الفيديو سرقته ونزلته، ما تملكش اي حاجه فيه. انا مش هاخد، ما هي خدته فعلا من جروب الجاليه، لان كل جروبات الجاليه موجود فيها صحفيين طبعا واعلاميين، ما طبعا بيعلقوش بس موجودين طبعا، يشوفوا الخبر يسحبوه ويحطوا الاستيكر بتاعهم عليه. طيب موضوع الحلواني يا دكتور، احنا عايزين نعرف الكواليس عشان انا مطمن يعني. صوت حضرتك واطي شويه. بقول حضرتك موضوع الحلواني، ملحمة الحلواني، المهمة الجديدة اللي انتوا بتقوموا بيها، عايزين نعرف كواليسها ايه وحضرتك شايفة ايه؟ والله انا بقالي يومين مش شايفة، لان الحمد لله الاكاونت بتاعي اتسرق. عارفين يا فندم. اتهكر. عارفين. والفريق الدعم الفني بتاع الهرم الكندي مع الاستاذ نصر القوسي، برضو دول بنات وشباب انا ما اعرفهمش، وقايمين لي بقالهم يومين على الحساب بيحاولوا يرجعوه، وان شاء الله انا كل ثقه في الله وفيهم ان هم هيرجعوه ان شاء الله يرجع. لكن كان برضو عملنا، جمعنا ناس كتيره موجوده في جروب ماسنجر وكله بيشير، انا عارفه ان الحاله ماشيه كويس. الحلواني زي قيل ان هو يملك بيت او شقه في مصر ب 450,000، ده الكلام ده مش صحيح، ده بيت اهله بالظبط، ولو حتى باعه هيقعدوا في الشارع. الحلواني هي اول حاله تنزل على السوشيال بدون فيديو لصاحب الحاله بالظبط او لاهله. بالزبط. هو كلمني شخصيا برايفت وقال لي معلش انا هستسمحك في حاجه، بالله عليكي بلاش فيديو لاهلي. قلت له اهلك اهلي، وامك امي، وابوك على راسي، لا يمكن ههينك ولا هينهم، ولا حتى صوره ليك يا محمد. الحمد لله. مش عايزين حتى صور ليك. نشرت استاذه جميله من اصحابنا الموضوع بتاعه، حطت صوره وعلقت لها، قلت لها من فضلك احذفي الصوره لان انا وعدت. الحالة دي أول حالة دي تنزل، وأنا دكتور برضو مشيت على نفس التعليمات، والله أنا عندي صورته بس ما رضيتش أنزله. لا احتراما لوعدي طبعا طبعا، أنا قلت مش هنزل حاجة ولا طبعا فيديو طبعا. دي فعلا أول حالة، وأتحدى أن يكون في حالة دي كبيرة نزلت بدون فيديو للأهل بتوع الحالة. ده حقيقي. دي أول حالة يحصل فيها تفاوض مع أهل المتوفي، الله يصبر قلوبهم هم كمان، كانوا كرمة جدا. أخوه الأخ خالد موجود هنا في الدواتني، تواصل معاه حد قامه كبيره جدا في معانا في الجاليه كابتن راشد، تواصل معاه وقدر يوصل معاه ل 60,000. هنفرح بالحلواني يا دكتور؟ دي حاله الحلواني. هنفرح بحاله الحلواني قريب؟ محدش لسه يعرفها.
ان شاء الله باذن الله بمجهودكم وبهمتكم اللي انا شايفها ومتابعها بصراحه، بتجسس عليكم في الجروب اللي انتوا عاملينه حاجه ممتازه جدا. ويا رب باذن الله يكتر من امثالكم، وانا بصراحه عايز كل يوم حاله وكل يوم حاجه عشان نسمع صوت حضرتك ونطمن عليكي. فك كرب كل مكروب، اللهم امين. انت وابراهيم ومجدي الاجهوري وهشام ونبوي، مع احترامي طبعا، والدكتور عبد الله، لكل اسامي، وانا اسف ان انا قلت بدون القاب. انتوا حاجه جميله، ربنا يكتر من امثالكم باذن واحد ان شاء الله، وقادرين ومطمنيننا وبتبعثوا لنا دايما كده الامل. شكرا دكتور. قادرين ان شاء الله باذن الله. شكرا، ومعلش احنا طولنا عليكي، وانا عارف الظروف بتاعه الاكونت، وحقك عليا ان انا برضو يعني طولت عليكي، بس بنحب نطمن على الحالات عشان ده الامل بتاعنا يعني. هاخد مكالمة بسرعة. لا انا لازم استاذنك، عندنا موضوع اهم جدا، وبعد كده هسيب لك خالص. هاخد حد كلنا تقريبا اهتمنا بموضوعه وبنناشد كل دقيقة عشان نتكلم عليه، وفرحنا فرحة كبيرة جدا، وللأسف طلعت على ما فيش. للأسف ما حصلش جديد. للأسف كان في جلسة من يومين، وفوجئنا ان الجلسة داخله بنفس قرار الإحالة أو قرار الاتهام القديم، والمطالبة بالإعدام، ومفيش أوراق ومفيش حاجة وصلت. معايا زوجة المهندس علي أبو القاسم، أستاذة ابتسام، المرأة الحديدية. ألو. ألو، السلام عليكم ست مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك. اللي انا قلته يعني كمتابع مش كوكيل قانوني عن الباشمهندس علي، وده ليا الشرف طبعا، وانا بشكركم ان انتوا امنتوني الامانه دي. وتفضل حضرتك، انا سامع، وكل المشاهدين اللي خايفين على عايزين يسمعوك. هو ست المستشار، انا زوجي في يوم 4/2/2020 تم اتصال هاتفي من زوجي علي ابو القاسم من محبسه بتبوك. بالظبط. وقال لي بنفس اللفظ، قال لي ابتسام ان استدعتني، تم استدعائي بمحكمه تبوك الجزئيه. تمام. عشان يخطروه بميعاد جلسته لعدد محاكمته تاني يوم 16/2. تمام؟ تمام. قال لي بنفس اللفظ كده يا ست المستشار، بالظبط اللي قاله لي، قال لي ان القاضي اوضح لعلي زوجي ان النيابه العامه ارسلت في طلب الملف زوجي. بالزبط. ولكنها لم توضح الاسباب، ما قالتش هي عايزه ملف جزئي، لم توضح الاسباب او تشير الى التحقيقات المصريه او الانابه القضائيه اللي تمت في مصر. بالظبط، للاسف. تمام. هي طلبت ان هي عايزه الملف، ولكن دون ان توضح اسباب. بالظبط. انهم عايزين ملف. فالشيخ قال لعلي بالظبط على لسان الشيخ زوجي، وصل لي كده، قال له يا ابني واجب عليك ان انت تبلغ القنصليه بتاعتك والسفاره بحضور ممثل عنها دبلوماسي او قانوني لدعم المحكمه بهذه المستندات او للتنسيق بيننا وبين النيابه العامه السعوديه. بالظبط. بالظبط. عشان ارسال الاسباب، عشان نعرف ايه اسباب طلب الملف. تمام؟ تمام. فحضرتك انا يعني انا بطلب طبعا من القنصليه ان هي تحضر وتتابع مع زوجي الجلسات بتاعته بعد كده. طبعا انا بص يا ست مستشار، انا بشكر كل من وقف بجوار زوجي. بالظبط. حتى لو بكلمه او دعاء. واخص بالشكر النائب العام السعودي طبعا ومجهوده الرائع، والنائب العام المصري والخارجيه المصريه. طبعا طبعا انا مش هشكر القضاء السعودي، لان القاضي لا يمدح ولا يذم ولا يشكر ولا يلام. بالظبط. لان طبعا انا ثقتي فيهم كبيره جدا، وثقه عمياء في القضاء السعودي وعدلته باذن الله ان شاء الله، لان هم ليهم مستقله طبعا، سلطه مستقله بذاتها. طبعا. وانا متاكده من ضمائرهم، ومتاكده طبعا واثقه في عداله ورثات القضاء السعودي باذن الله. احنا واثقين من براءه علي ان شاء الله، ربنا يخليك ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. انا طبعا زوجي اخذ علم ان جلسته يوم الاثنين هتبقى الموافق 16/2/2020. بالظبط. فانا طبعا طلب يا ست المستشار، وحضرتك معايا والمصريين معايا، وبطالب كمان وبلاش سياده الرئيس ان يطلب من القنصليه بتاعتنا المصريه بجده الحضور مع زوجي. بالظبط. ارسال مستشار قانوني، انا عايزه مستشار قانوني مع زوجي يوم 16/2 في اول جلساته في عدة الحكم باذن الله ان شاء الله. وانت عارفه ان دايما الجهات بتسبقنا، وبتحاول ان هي تنفذ طلباتنا بسرعه. وفي موضوع المهندس علي احنا شفنا ده بعينينا، بس للاسف ما شفناهوش لسه على الورق. بنثق بان باذن واحد ان شاء الله هيتم التوجيه وهيتم التكليف، وان شاء الله باذن الله نفرح كلنا يوم 16
باذن الله ان احضر حد من السفاره. القنصليه هي الامين على شؤون المصريين في التعريف. طبعا انا لما يروح مستشار قانوني من القنصليه لزوجي يحضر مع الجلسه تمام ويتابع التحقيقات المصريه والمراسلات ما بين النيابه العامه والمحكمه، انا هبقى في امان، انا هبقى مطمئنه. طبعا. في امان طبعا طبعا، وخاصه ان في الموضوع بتاعنا لا يملك محامي عادل الاطلاع على الاوراق المرفقه. لا هو اصلا مش هينفع، يعني انا اللي اعرفه ان هو الموضوع بتاع زوجي في حقيبه دبلوماسيه، التحقيقات المصريه بتوصل بالزبط. في سريه بالزبط. فلازم اللي يخاطب المحكمه يبقى جهه دبلوماسيه. طبعا. والجهه الوحيده اللي بتمثلنا الامين على المصريين في الخارج هي القنصليه بتاعتنا. طبعا طبعا، احنا بنضم صوتنا لصوتك. مستشار قانوني يحضر مع زوجي باذن الله هيحصل، واحنا معاكي وبنماشي الجهات المسؤوله. انا واثقه ان القنصليه مش هتتخاذل، انا واثقه ان القنصليه مش هتتخاذل ولا وانا واثقه ان هي هتقف جنب جوزي. اعتقد ان اللي حصل شيء مش هنفرط فيه وكلنا هنتمسك بيه وخلاص، يعني لا يجوز ان حد يتقاعس عن التنفيذ، لان الوضع القانوني خطر جدا. ان انا بعد كل الفتره دي ارجع اتحاكم بنفس الاله القديمه وبنفس قرار الاتهام القديم وبدون ملاحظات جديده، خاصه يا سياده المستشار ان زوجي لما راح يوم جلسه 4/2 من يومين حضرتك قدام القضاء قروا عليه نفس لائحه الاتهام السابقه بالظبط، جلب وترويج حبوب مخدره بالظبط، لان مفيش تحقيقات مصريه وصلت الى المحكمه بالظبط، المحكمه الجزئيه بتبوك بالظبط. استاذ محمود عايز اسال حضرتك على حاجه في التفاصيل. لما يقف حكم الاعدام وياخد حكم مؤبد لا قدر الله. لا لا, لا 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 ان شاء الله باذن الله. الورق اللي راح من هنا بيقول ان الباشمهندس علي حسن النيه، ان شاء الله الورق اللي راح من هنا بيقول ان الباشمهندس علي لم يرتكب اي جريمه يحاسب عليها في النظام السعودي او النظام المصري. الباشمهندس علي تم اثبات براءته بتلافي كل الملاحظات اللي كانت على الحكم القديم. يعني باكد لك ان وضعنا الحمد لله رب العالمين القانوني. طبعا الف حمد يا رب. باذن الله ان شاء الله سليم. باشمهندس محمود هيقول لحضرتك كلمه اخيره ومعلش انا طولت عليك. لا اتفضل يا باشمهندس. مدام ابتسام السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم، اهلا وسهلا. حضرتك محمود منصور، اتقابلنا قبل كده برضه في مدينه الانتاج من حوالي سنه ونص كده. اهلا وسهلا يا فندم، تشرفنا بحضرتك. الله يكرمك. حضرتك الموضوع محتاج تشتغلي زي ما انت وما تقفيش، وسيبك من الاحتفالات اللي حصلت مبكرا قبل ما يبان نتيجه فعليه داخل القضاء السعودي. يا فندم احتفالي الحقيقي وانا بقولها للمصريين، الاحتفال ما كانش من حضرتك للاسف، كان من بعض الاخوه اللي استعجلهم بالاحتفال من قبل ما تبدا الجلسات والورق يوصل بالفعل. أسرة الباشمهندس علي لم تحتفل. ما بقولش على الأسرة، الباشمهندس علي بتكلم عن المواقع لم تحتفل إلا في مطار القاهرة واحنا بنستقبل الباشمهندس علي. أيوه وده كلام مؤكد، وهم الوحيدين اللي قالوا دي الجولة الأولى بالظبط. بس ما احنا انا بوصي مدام ابتسام تستمر في طريقها. طيب اي اضافه؟ انا لان ما فيش حد هيوصل. انا اسف انها خلصت، لان طبعا الوقت احنا صغرنا الوقت، فانا اسف. محتاجه تضيف اي حاجه؟ لا انا محتاجه اشكركم كلكم واشكر سياده الرئيس طبعا على تدخله، الحمد لله رب العالمين. احنا وصلنا برضو لخطوه مهمه جدا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله الف شكر، وباذن الله مبارك لك قريب بعوده على ابو القاسم. عم محمود الوقت معاك. قدمنا قد ايه بالظبط؟ والله ما اعرف. طيب حضرتك بالنسبه للمهندس علي الاسره ما احتفلتش. لا انت عندك موضوع لازم تتكلم فيه. انا بتكلم على اللي بره ده، انا لا معقب على اللحظه. لا موضوع لازم تتكلم فيه بسرعه. الاخوه اخواننا اللي بره، رغم ان انا بشكرهم على كل مساعيهم سواء في لم دية او اي غرامه على اي مصري داخل المملكه او الكويت او في اي بلد بره ومساعده اخواتنا المصريين، الا ان حاليا شايف في حرب شغاله وفي خلافات ضروسه شغاله بسبب ايه انا مش عارف. انت عندك اسرار تتعلق ب ب ب مدام دعاء بالظبط، اللي هي محور الخلاف هنبتدي فيها ونكمل الحلقه اللي فيه فريق خش كده وفريق خش كده بالظبط. مدام دعاء كانت من جزء واحد مصري، عنده جزء اولاد مطلق وعنده انت جزء تختم اولاد. تتكلم لحد ما ينزلوا علينا الفاصل. طب كده ده اتفضل يا فندم اتفضل. الخلاف الوقتي ان في فريق عايز يطلعها انها قتلت والقاتل يقتل، وفريق تاني بيقول لا نلم الدية. طيب احنا بنقول في الاول يا جماعة كلنا مصريين وكلنا شغالين لوجه الله